عارفة يا بسمة، أنا كنت متأكد جدا إننا هنتصالح. ما هو مش معقول ربنا خلاني أشوفك عشان خصمك. ها؟ يا أنت حلوة قوي قوي يا بسمة، يعني شوية ذكاء صغيرين مع الجمال ده صدقيني هتكوني فارقة كتير قوي عن البنات اللي زيك. اهو ده بقى اللي مش هيحصل ابدا. خشي لمي هدومك وهتمشي معايا دلوقتي على البلد. خايفة من ايه يا هند؟ اي حاجة ممكن تحصل لك في البلد ارحم من اللي هيحصل لك هنا في مصر. ايه يا بسمة؟ انت هتفضلي ساكتة كده ما اتكلمتيش من ساعة ما جيت؟ اصل عزيز اتأخر قوي. طب وماله؟ ما فيهاش حاجة يعني، حتى لو ما جاش ايه المشكلة؟ ما احنا قاعدين مع بعض. هو قالك ان هو مش هيجي؟ ما هو ده الذكاء اللي انا كنت بكلمك عليه من شوية. على فكرة عزيز ذكي جدا برضه، يعني هو اتأكد وحس اننا محتاجين نقعد مع بعض لوحدنا الليلة دي بالذات. طب بذمتك يا بسمة، بذمتك مش فرصة حلوة؟ بس بصراحة أنا في جوايا كلام كتير قوي محتاجة أقولهولك الليلة دي بالذات. إيه يا بسمة؟ وبعدين معاكي؟ هتفضلي خايفة مني لحد إمتى؟ بره. انتي عارفه الكلام اللي بتقوليه ده معناه ايه؟ اطلع بره. اوكي. ماشي يا بسمه.